تفصل associated role. associated role أنا أريد أشوف المحاضرة وينها. طيب دشوفوا المحاضرة شباب، والصوت أعتقد واضح. اي واضح واضح ها شباب شباب. طيب واضح إذن واضح الاسوشيتد رول هذا هو الانستانس أو اللي يسموه تي اي دي، اللي هو 10 20 30 40. يعني هاي كم ايتم طلعت هنا؟ 1 2 3 4 منطينا بهذا الاكزامبل، ومنطينا الاي والال سي والال دي والبي والال سي والال دي والاي والبي والال سي والاي والبي والاي. ايش منطينا بعد؟ منطينا السب منت، السب منت اثنين، يعني اقل شيء اثنين. هذه السي واحد الكونديكيت رقم واحد، يعني المرشحات للظهور. فايش يسوي؟ ياخذ الاي، اي يحسبها هنا كم كاونت يسوي لها؟ واحد اثنين، فخلاها بين هذا القوسين اي هنا اثنين، البي واحد اثنين ثلاثة، فخلها البي بين قوسين هنا ثلاثة، السي واحد اثنين ثلاثة، نعم فعلا ثلاثة، والدي كم مرة؟ واحدة، والاي نحسبهم واحد اثنين ثلاثة، فأيضا نخليهم بين هذا القوسين ثلاثة. إذا هذه الخطوة الأولى. الال هو الليفل رقم واحد، الليفل رقم واحد شيء شلون نستنتجه؟ ناخذ هذا ونلغي شكو اقل من الحدود. هو يقول اقل شيء اثنين هنا، فهذا السب اثنين، الاثنين هذا اوكي، والثلاثه والثلاثه والثلاثه. اما هذا شيء راح يسوي به؟ اشره باللون الريد وسوى له ديليت، لغاه، فطلعت عندي شيء جديد هنا اللي هي هاي الليفل رقم واحد. الليفل رقم واحد حتى يحوله الى الكنديكيت المرشحات رقم اثنين، ايش راح يقول؟ راح يقول ممكن انه احنا نحصل على اي ويا بي، وبعد والاي ويا السي، والاي ويا الاي، ومن ثم البي ويا من؟ ويا السي، والبي ويا الاي، والسي ويا الاي، هاي اخر واحده. يقول هذني ان المرشحات ممكن انه واحد ياخذ هاي الماده وهاي الماده وهاي الماده والى اخره. فايضا يجي هنا شو يسوي؟ يقارنها ويا هذا الشرط، الشرط السب لازم شنو؟ لازم اثنين فما فوق. فاي وحده تتكرر مره واحده راح يحذفها ونشوف. الاي ويا البي اذا مره واحده تكررت اذا نلغيها، ويا الاي ويا السي هاي مره، وبعد اكو الاي ويا السي يقول هنا مرتين. شلون نعرف اي ويل سي مرتين؟ هذه اي ويل سي، وبعد وهذه اي ويل سي، اذا مرتين صحيح. الاي ويل اي جايه مره واحده اللي هي هذه الاي ويل اي، مره واحده لغاها. والبي ويل سي اذا اريد يحسبها هاي واحده بي ويل سي، وهاي واحده بي ويل سي مرتين. نشوف البي ويل اي مهمه، جايه ثلاث مرات، هذه واحده وهذه واحدة وهذه واحدة، إذا فعلا ثلاثة. والسي وي لي بنفس الطريقة نشيكم. إذا شكو واحدة أقل من الثنين راح نلغيها، سوينا ديليت الهاي وسوينا ديليت الهاي، أصبح عندنا الليفل هو هذا. إذا صار هذا الليفل إيش راح نسوي؟ راح نقول ممكن إنه اللي ياخذ الأي ويا السي ياخذ بعد مواد غير ذني. مثل إيش؟ يعني راح ناخذ الأي ويا السي ويا من؟ ويا البي ويا السي. فايش راح يصير؟ راح يصير اي بي سي، وبعد والاي ال سي ويا البي والاي، والاي ويا السي ويا السي والاي، ومن ثم البي سي البي والسي وناخذها ويا البي اي، وناخذها ويا السي اي، ومن ثم البي اي ناخذها ويا السي اي. من يتكرر الاسم ناخذ مره واحده، يعني مثلا هذه البي اي ويا السي اي، ايش راح نقول؟ راح نقول البي اي فارزة سي فارزة اي بهذا الشكل. هذه موجودة نسويها هنا. طيب ايش يجي شيك كم مرة؟ هاي اثنين، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي ثلاثة، يعني الى يرجع الى جدول اول واحد اللي هو هذا اللي هم يسمونه داتا تيبل، الداتا تيبل او الداتا بيز تيبل، اللي هو عبارة عن سيتس او داتا سيت يسموه هذا، يعني داتا سيت صغير.
او داتا بيز صغير. طيب اذا نشرح من راح نجي هنا ناخذ اول وحده والثانيه وحده والثالثه وحده والرابعه وحده. اذا ذول اثنين اثنين ثلاثه ثلاثه اذا كلهم شنو كلهم ممكن ناخذهم بهذا الشكل. فايش راح يصير؟ راح يصير البي ويا السي ويا الاي فقط هي شنو هي اللي ما تلغي، يعني فقط هي اللي جت شنو جت مرتين هنا، فقط هي اللي جت مرتين. اذا ايش صار عندي هنا؟ صار عندي القرار او الناتج النهائي اللي هو بالليفل رقم ثلاثه اللي هو البي والسي والاي، البي ويا السي والاي. طيب اذا هذا هو الالجوريثم مالت من مال براير، هذا هو الالجوريثم مال براير. بدا يعرف هنا الفريكونسي يعني كم مره، او الليفل او الكانديديت يعني كم مره العفو مرشحه هي هذه، وهنا يسوي فور وايضا يعيد العمليه، يعني يعيد هذه الايتم يعني على عدد مرات الى ان تطلع له شنو؟ الى ان يطلع له الليفل الاخير اللي هو بعد ما بي اي عمليه تكرار. طيب هنا شوف الريزلت، هنا مسوي لنا فد شيء هو هنا ايضا هنا ده يطلع لنا شنو؟ يطلع لنا السبورت، هو نفس الشيء معطينا اكزامبل، معطينا هذا الاكزامبل بالبدايه نفسه. خلينا نرجع عليه افضل حتى اي هذا يريد شنو؟ يريد السبورت، يريد السبورت مالت من؟ مالت الاي ويا الدي. نشوف الاي ويا الدي هذه مره، اي ويا الدي هاي مرتين، الاي ويا الدي هاي ثلاث مرات، من مجموع ايش قد؟ من مجموع خمسه هنا، من مجموع خمسه. فثلاثه على خمسه راح تطلع ايش قد؟ راح تطلع 60% نعم. لو ناخذ الدي ويا الاي، الدي ويا الاي ايضا نفس الشيء، وين الدي ويا الاي؟ هذه الدي ويا الاي، وهاي اثنين وهاي ثلاثه، ثلاثه ايضا صارت ثلاثه من خمسه. طيب لو ناخذ الاي هذا، شوف هذا اختلف اللي هو الكونفدنس، الكونفدنس يعني الثقه، الكونفدنس. نشوف الاي ويا الدي، هذه وحده وهذه الثانيه اي، وهاي ثلاثه الاي. ثلاثة من ثلاثة طلعوا شن طهر؟ طلعها ثلاثة من ثلاثة ويساوي لنا واحد ويساوي لنا 100%. لكن إيه هذا الأخرى اللي هي 75 شلون طلعت؟ نشوف الدي، الدي هذه وحدة وهذه دي ثانية وهذه دي ثالثة وهذه دي أربعة. كم وحدة جت بي دي ويا الأي؟ هاي وحدة وهاي اثنين وهاي ثلاثة، بس هو أربعة دي عندنا، فيصير ثلاثة من أربعة فيصير عندنا 75%. هذا هو البيزك كونسبت للفريكونسي باترن اند اسوشيتد رول، هذه هي الاسوشيتد رول، وهي هذه معناتها انه اللي شنو الثقه اللي انه واحد يجي يشتري الماده اي يشتريها البي، او يشتري الماده دي يشتريها الاي. فانتم شوفوا هنا هذه في هذه طلعوا لنا الكونفدنس، الكونفدنس مال البي مثلا ويا السي كهوم ورك، البي ويا السي والاي، والاخرى اخذوا السي ويا البي والاي، والثالثه اخذوا السي ويا البي والسي، يعني طلعوا السبورت والكونفدنس مالتهم هذه النهائي. يعني شوف ايش راح يطلع، هي موجوده ما اعرف يعني في مكان ما بالفيديو بالهذا، يعني بس سووا هوم ورك حتى شويه تتدربون عليها. شباب لهنا نكتفي بمحاضرة، محاضرة يعني قليلة وحلوة، وإن شاء الله يعني نتأمل أن افتهمتوها، ونلغي الشيرينج، نلغي الشيرينج دكتور؟ نعم. بدون زحمة دكتور؟ أي نعم تفضل. بس الخوارزمية مطلوبة يعني نحفظها؟ ايه الخوارزميه مطلوبه. ليش مطلوبه؟ لانه انت باسر ان شاء الله اذا راح تسوين فد شيء تستخدميها الخوارزميه راح تشوفين تحتاجيها. يعني ممكن تجيب الامتحان دكتور الخوارزميه؟ ممكن انت تجيب الامتحان ممكن. اوكي.
اوكي هي نفسها مازل البرايمري دكتور؟ ولازم شوفوا الخوارزميات بالامتحان كلهم كل الخوارزميات شباب مطلوبات كل الخوارزميات اما خوارزميات او فلوشارت او فلوشارت خوارزميه او فلوشارت نعم هي تشي صحيحه. شباب هسه الحضور عندي اخذ حضور لو بعد براحتك دكتور دكتور بس انا وقفت التسجيل. يلا سولفوا لنا شنو عندكم بالنسبه العفو بس بالنسبه لياسين ياسين عنده مراجعة عند يم الطبيب يعني صراحة صار هالوقت هذا يعني يتعذر من عندك. يلا ماكو مشكلة بس هو احنا راح نسجله وننزله القسم. ممنون عينك. نقول لهم مريض ماشي نقول لهم مريض غير يعني ما اعرف عنده مراجعة. يلا ماشي دكتور السبورت اللي موجود بالسؤال انت تطني اياه بالسؤال لو احنا نحس به. لا هو السبورت ينطو بالسؤال ينطو بس انت تحسبين السبورت من اخر واحد اخر قرار يعني اخر جدول او اخر شيء اطلعه اخر شيء من ما يصير بعد تكرار ونتوقف نحسب له السبورت. زين دكتور السبورت السبورت يعني اعتبر هو هذا الشرط مالتنا حتى علي احنا السبورت من البدايه الاثنين اللي ما يعتبر هو الشرط ايه الاثنين